فخامة رئيس الجمهورية، صباح الخير يا فندم. شكرا جزيلا يا سيادة الرئيس على إشادة حضرتك بدور التحالف اللي أسعدتنا جدا. حضرتك مش متصور في وقت الراحة السابق كنا عاملين إزاي، رفعت من روحنا المعنوية. شكرا جزيلا لحضرتك. إحنا محظوظين يا فندم، بداية 22 كان التخصيص، بداية 23 كان الإشادة والتشجيع ودعوة الاستكمال. شكرا جزيلا، مستمرين كتف بكتف يا فندم مع الدولة ومؤسساتها. اللي تم في عام 22 كان مجرد بداية، ال 14 مليار مجرد بداية. منوّد حضرتك إن إحنا مكملين ومستمرين، ونزود إن شاء الله التمويل سواء الداخلي والخارجي، وهنوصل إن شاء الله لكل جزء في مصر. اسمح لي يا فندم إن أنا بتشرف جدا أوي بتكلم قدام حضرتك، وإن كمان أقدم عرض لمبادرة إزرع. مبادرة إزرع هي مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. اسمح لي يا فندم في البداية استعرض سريعا خلفية عن المبادرة. الأساس فيها هو إنه عن طريق وجود كيان زي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي شجعنا ووفر بيئة مناسبة لينا كمنظمات مجتمع مدني نحن نكون مع بعض في علاقات حقيقية متبادلة ومساحات تعاون مشتركة وفتح قنوات للتواصل والتنسيق وتعزيز التبادل سواء كان في الخبرات الفنية أو المعلوماتية. التحالف يا فندم زي ما كلنا قلنا جمعنا على ترابيزة واحدة عشان نناقش إزاي نشتغل مع بعض، نكبر ونعمق ونتوسع في تأثيرنا، وكمان مرة تانية ما نسيبش في منطقة في مصر محتاجانا إلا ونكون فيها، وكمان نستفيد يا فندم من مجموع الخبرات المتنوعة والممتدة جذورها لفترات طويلة جداً لكل المنظمات، ويتم استثمار هذه الخبرات للصالح العام والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة. والأهم، وده كمان زمايلي قالوه قبل كده، إن إحنا في التحالف في فرصة إننا نكبر أحلامنا ونعلي سقف طموحاتنا أكبر كتير من قدرات كل منظمة بتشتغل بشكل فردي. عشان كده يا فندم في أكتوبر 22 طرحت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهي عضو من أعضاء التحالف الوطني وعندها خبرة ميدانية لأكثر من 70 سنة في العمل في مجال الزراعة والعمل مع صغار المزارعين لدعمهم وزيادة قدرتهم وتحسين إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وربطهم بالأسواق الأكثر ربحية. طرحنا فكرة إننا نتعاون في ملف الزراعة. ملف الزراعة يا فندم حضرتك كلنا عارفين إنه مهم جدا، لأنه قطاع الزراعة بيعمل فيه حوالي 25% من القوى العاملة، 85% ممن يعملون في قطاع الزراعة من صغار المزارعين. القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية. القطاع الزراعي هو المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي، وكمان لدينا معدلات نمو سكاني عالية، وبالتالي محتاجين نأمن بشكل مستدام المواد الغذائية. وكمان كنا عايزين نبني مبادرة في المجال الزراعي يكون فيها صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقيين، وتتاح ليهم الفرصة وتتوفر ليهم الإمكانيات علشان يشاركوا بكفاءة وفاعلية وعدالة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والفول الصويا. وده حضرتك كبداية، لكن من هنا جت فكرة مبادرة إزرع. المبادرة وضعت 5 أهداف استراتيجية، أولهم تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق نزود إنتاجهم، نقلل تكلفة الإنتاجية، نقلل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد، نوفر عقود تسويقية. 2، توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، تقليل الفاتورة الاستيرادية، زيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وأخيراً السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية ومن أهمها المية وخواص التربة. تم حضرتك إطلاق المرحلة الأولى التجريبية للمبادرة في نوفمبر 22 وتناولت القمح والفول الصويا، ومستمرة المرحلة الأولى حتى سبتمبر 23. بتنفذ المرحلة الأولى لإنتاج القمح مع 100 ألف من صغار المزارعين
بمساحة 150 ألف فدان في 8 محافظات، 5 محافظات في وجه إبلي و3 في وجه بحري. تسعى المبادرة إلى إنتاج 3.3 مليون أرداب قمح. بنسعى لزيادة الإنتاجية من 18 أرداب إلى 22 أرداب. المبادرة بتقدم 3 تدخلات أساسية: توفير تقاوي مدعومة، توفير أسمدة ومخصبات، تقديم دعم فني ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي. كمان يا فندم تم تصميم هيكل تنفيذي ميداني بيضمن تقديم كل الدعم لصغار المزارعين وعمل المتابعة الدقيقة لعملية إنتاج المحاصيل والتأكد الدوري من الوصول إلى المستهدفات. علشان كده للمئة ألف مزارع والمئة وخمسين ألف فدان ليهم 822 خبير ومهندس إرشاد زراعي وكوادر محلية مقسمة على 8 محافظات. نستوضح يا فندم أنه من نموذج المبادرة أنه قائم على الشراكة وتشبيك الجهود وتعبئة الموارد واستثمارها. من ناحية التحالف ومنظماته بيتعاونوا على تشجيع صغار المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحديد مناطق العمل، ومن ناحية أخرى التحالف ومنظماته مع وزارة الزراعة بمراكزها المختلفة سواء مراكز البحوث والزراعة التعاقدية والإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية لتوفير التقاوي وتصميم برامج فنية وإرشاد زراعي وتفعيل الزراعة التعاقدية. يا فندم من أهم النقاط هو صوت المزارع، واللي بيقول إنه في خلال الشهرين اللي فاتوا في كلمة محورية بتتردد حضرتك، وهي إنه هذا النوع من المبادرات بيزود إحساسنا بالأمان والطمأنينة والاستقرار والقدرة على التغيير في الزراعة. ماذا بعد؟ حلمنا يا فندم في 23 نحقق زيادة في إنتاجية محصول الفول الصويا بزيادة في الإنتاج من 1.2 طن إلى 1.8 طن للفدان، ونزرع 45 ألف فدان وننتج 81 ألف طن. الوصول إلى قرابة 500 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح في مساحة 1 مليون فدان، وأيضاً بصدد تنفيذ خطة لزراعة باقي محاصيل البقوليات والتمور.